السلام عليكم أعزائنا طلبة ثانوية التميزين. راح نبدي اليوم بعض رسومات Chapter 6 Respiratory System. موضوعنا اليوم راح نبدي نتعلم رسم اللانس and تراكي. بالنسبة بالبداية عندي رسم الفارينكس اللي هي الحنجرة بشكل مبسط يشبه الفراشة بالضبط، يعني كأنه واحد يكتب لها بالعربي حتى لا أغلط بيها. بالنسبة التراكية القصوى الهوائية، هذه عندي القصوى الهوائية اللي هي تكون متألفة من بضاريف. حال دخولها منطقة الصدر راح تبدي تتفرع إلى two branch إلى فرعين، هذه الفرع كل فرع يدخل إلى رئة. هذا بالنسبة كل فرع راح يدخل إلى الرئة الموجودة باتجاهها، تبدي تتفرع إلى الشعيبات. هذا هو الشكل النهائي للرئة. طبعا ما ننسى ثلاث فصوص، والرئة اليسرى تكون متكونة من فصين. وأيضا نكمل الرسم بالنسبة للرئة الأخرى، نفس التفاصيل ونفس الحدود، هذا هنا ونفس الحجم. الآن بالنسبة لرسم urinary system. urinary system اللي هو يتألف من كليتين، بدي أحدد المكان، هذه زوج من الكلى تشبه حبة الفاصوليا، كلوية الشكل، هذه كلوية الشكل، نفس البعد نفس المسافة، زوج من الكلى كلوية الشكل. يخرج الحالب من الكلية ويكون متسع نهاية حتى أرسمها واضحة. الحالب من ينزل ما راح يكون خط مستقيم، أرسم أحدد لأن هنا المثانة تكون عندي، هذه الحالبة ومن ثم المثانة والتي تفتح إلى الخارج بفتحة الأحلي. طبعا يدخل إلى الكلى، يدخل من الشريان، هذا عندي شريان، ويخرج من عدها وريد. شلون أميز الرسم؟ أيضا عزيز الطالب راح تبدي تلون الشريان حتى تخلص من أنه شلون أميزه